بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان الأشكال المثالية في الباوربوينت، ستاندرد شيبس ان باوربوينت، العروض التقديمية الباوربوينت. عايزين نرسم فيها أشكال مثالية. يعني إيه مثالية؟ ما إحنا عارفين الأشكال الشيبس اللي هي بيتم إدراجها من قائمة insert، وبعد كده بنروح على الأشكال اللي هي الشيبس دي فيها الدائرة والمستطيل والمربع. يعني ايه أشكال مثالية؟ تعال نروح كده لسلايد فارغة امبتي كده، ونروح للأشكال ونرسم دائرة. أشكال مثالية يعني لما ترسم الدائرة كده، أنا مش عارف الدائرة دي كده الاستدارة بتاعتها كاملة ستاندرد ولا كده ولا كده، مش عارف، ماشي. فعشان نرسم دائرة مثالية، طبعا نحذف دي، تروح تحدد من الأشكال الشيبس، طبعا ممكن تظهر معانا في الشريط الرئيسي او القائمة الرئيسية، ونختار الدائرة ونضغط على شيفت من لوحة المفاتيح ونرسم الدائرة. لاحظ ان الدائرة وانا ضاغط على شيفت من لوحة المفاتيح، حتى لو ايدي يعني الماوس بيطلع لفوق او بينزل لتحت زي انا ما بعمل كده، ماشي، ولكن الدائرة بيتم رسمها بصورة مثالية، يتم الحفاظ على ابعادها او على الاقطار بتاعتها كلها متساوية بالطريقة دي. يبقى احنا كده رسمنا الدائرة بصورة مثالية. طيب لو عاوزين نرسم خط مستقيم افقي ويكون مطابق تماما للافق، يعني ما يكونش مرفوع من هنا ونازل من هنا، لو حاولت ترسم خط كده من الاشكال طبعا من قائمة insert ادراج، وترسم خط من الخطوط دي كده، لو حاولت ترسم خط كده فيعني من الصعوبة ان انت ترسمه بالظبط، ها يعني ايه افقي تماما، ممكن يكون عالي من هنا ومنخفض من هنا وكده. طيب نرسمه ازاي ده؟ بنفس الفكره، هروح على الاشكال واضغط على الخط، وبعد كده اضغط على شيفت من لوحه المفاتيح، وانا ضاغط على شيفت ارسم الخط. لاحظ الخط تم رسمه يعني افقي بالظبط، حتى وانا رافع الماوس لفوق شويه او لتحت شويه، ولو رفعت اكتر من كده الخط بينتقل 45 درجه او 90 درجة، يعني هو النقلة بتاعته 45 درجة. حتى لو انت رسمت الخط كده، هو كده افقي تماما، كده 45، كده رأسي تماما. نرسمه افقي تماما ونروح على التعديلات بتاعته ديت، بنحاول طبعا نعرض المعلومة بصورة مباشرة. لو هرسم خط تاني يبقى هروح على insert و shapes وهرسم خط رأسي، يبقى كده واضغط على shift واضغط كده. لاحظ انا الماوس بحركه يمين وشمال اهوت، ما بيتحركش غير ايه زاويه 45 درجه كده، 45 درجه كده. يبقى لو رسمت الخط ده فهو راسي تماما، الخط ده في الحاله دي راسي بكل وضوح. يبقى الزاويه دي 90 درجه وانا متاكد منها 100%، لان ده افقي وده راسي لما ضغطت على شيفت من لوحه المفاتيح. ممكن كمان يساعدنا الموضوع ده في اننا نرسم مربع. لو انت عاوز ترسم مربع ومش عارف ترسمه ازاي، بسهوله خالص تروح على ده اسمه مستطيل. مفيش هنا في الاشكال حاجه اسمها مربع، ولكن انت روح على المستطيل وحدده، وبعدين اضغط على شيفت من لوحه المفاتيح وابدا ارسم كده. حتى لو ايدي راحت كده الماوس لتحت او لاعلى او لاسفل او كده، طبعا في الحاله دي بيترسم المربع، بيحافظ على الابعاد بتاعته، الاضلاع كلها متساويه. وكمان معانا طبعا المثلث من هنا ادراج اشكال، نختار المثلث. لو عاوز تتأكد ان انت بترسم مثلث سليم 100%، يعني كل اضلاعه متساوية، يبقى تضغط على شيفت من لوحة المفاتيح وترسم الشكل ده. الموضوع ده بيفيدنا اللي هو زر شيفت مع رسم الاشكال في الحصول على اشكال مثالية تماما، الابعاد بتاعتها يعني ستاندرد كده. كمان ممكن نستخدم الفكرة دي في الصور. لو عندك انت عامل ادراج لصورة في العروض التقديمية الباوربوينت، فمش شرط في الحالة دي ان انت تضغط على شيفت، ولكن لما تعمل تكبير او تصغير للصورة زي الصورة اللي معانا دي، فتضغط على الركن بتاع الصورة، الدائرة اللي في احد اركان الصورة، وتبدأ تصغر او تكبر الصورة منها، فيتم الحفاظ على ابعاد الصورة ولا يتم تشويه الصورة، الأشخاص اللي في الصورة طبعا. لأننا لو عملنا تقليص من أي جانب كده، من هنا مثلا كده، فبيتم تشويه الأشخاص بالصورة دي، ماشي، ولكن بيتم
تكبير الصورة أو تصغيرها من أحد أركانها، أي ركن من أركان الصورة. ده يعني باختصار المعلومة اللي حاولت أشارك بها في الفيديو الحالي. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة واعمل شير للفيديوهات ولايك، واكتب لنا في التعليقات لو عند حضرتك يعني اقتراح أو استفسار أو فكرة معينة نشتغل عليها في الفترة القادمة إن شاء الله. نرحب بكل استفساراتكم وكل التعليقات، وسعداء للغاية بالدقائق اللي قضيناها مع حضراتكم. شكرا لكم وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.